استمرار الحياة بإيجابية، هذه هي العاصمة الفنلندية. كثيرون دون كمامات، أيام طبيعية دون ضغوط العزلة الشديدة. في الواقع حياتي اليومية لا تتأثر كثيرا، باستثناء حياتي الاجتماعية. أصدقائي حقا لا يريدون لقائي أحيانا، وهذا أمر مفهوم. تسلك فنلندا اتجاها مغايرا عن أكثرية البلدان في تدابيرها الوقائية. تراجعت معدلات الإصابة، تأييد شعبي واسع لقيود تطويق الوباء. المواطنون هنا ملتزمون، كلنا نحترم ما تقوله السلطات ونتبع التعليمات. الإصابات أدنى بخمس مرات مقارنة مع متوسط معدل الاتحاد الأوروبي، ولسكانها تدابيرهم وطقوسهم الخاصة. نظرا لعدم وجود قيود على الشرفات الخارجية، فقد صنعنا منازل زجاجية صغيرة وجعلناها تبدو وكأنها غرفة معيشة لشخص ما، ويمكن الاستمتاع بها. تعزو السلطات الصحية السيطرة على كورونا إلى تحرك حكومي سريع، تدابير إغلاق جزئي في بداية انتشاره، وحظر التنقلات من العاصمة وإليها، فحوص سريعة وتتبع الإصابات. علينا أن نتعامل مع ما يتعين علينا التعامل معه، وأعتقد أنه يجب أن يكون لدينا نظرة إيجابية. نجاح فنلندي في نجم الجائحة بلا ضجيج إعلامي.